بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 57. السلحفاة والبطتان. يحكى أن غديرا كان عنده عشب وكان فيه بطتان. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. غديرا اسم أن. كان فعل ماض ناقص عند ظرف مكان مضافه مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر كان. عشب اسم كان، وجملة كان عنده عشب في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. الواو حرف عطف. كان فعل ماض ناقص فيه متعلق بمحذوف خبر كان. بطتان اسم كان مرفوعا وعلامات رفعه ألف لأنه مثنى، وكان فيه بطتان معطوفة على كان عنده عشب. وكان في الغدير سلحفاة بينها وبين البطتين صداقة. الواو حرف عطف. كان فعل ماض ناقص في الغدير متعلقا بمحذوف خبر كان. سلحفاة اسم كان بين ظرف مكان مضاف ها مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. الواو حرف عطف. بين البطتين معطوف على بينها صداقة مبتدأ مؤخر، والجملة الإسمية في محل رفع نعت لسلحفاة. فاتفق أن غيض ذلك الماء. الفاء حرف عطف. اتفق فعل ماض. أن حرف مخفف من أن الثقيلة، واسمها محذوف وهو ضمير الشأن، والتقدير أنه. غيض فعل ماض مبني للمجهول. ذلك اسم إشارة في محل رفع نائب فاعل. الماء بدل، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع فاعل اتفق. فجاءت البطتان لوداع السلحفاة وقالتا السلام عليك، فإننا ذاهبتان عن هذا المكان لأجل نقصان الماء عنه. الفاء حرف عطف. جاءت فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتانيث. البطتان فاعل مرفوع وعلامات رفعه الألف لوداع متعلق بجاءت، وبداع مضاف السلحفاة مضاف إليه. الواو حرف عطف. قالت فعل ماض والألف فاعل. السلام مبتدأ. عليك شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. الفاء حرف عطف. إن حرف مشبه بالفعل. نا اسم إن. ذاهبتان خبر إن مرفوع عن هذا متعلقا بذاهبتان. المكان بدل لأجل متعلقا بذاهبتان، وأجل مضاف نقصان مضاف إليه، وهو مضاف الماء مضاف إليه. عنه متعلقا بنقصان. فقالت إنما يبين نقصان الماء على مثلي التي كأني السفينة لا أقدر على العيش إلا بالماء. إن حرف توكيد بطل عمله لدخول ما الكافة عليه مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما حرف زائد وكاف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبين فعل مضارع نقصان فاعل وهو مضاف الماء مضاف إليه على مثل متعلقا ب يبين، ومثل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. التي اسم مفصول في محل جر نعت. كحرف الجر. أن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم أن. السفينة خبر أن. لا حرف نفي. أقدر فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان لأن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل الجر بالكاف، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة، والتقدير التي كانت كأن السفينة. على العيش متعلقا بأقدر إلا حرف استثناء ملغا، بالماء متعلقا بأقدر. فأما أنتما فتقدران على العيش حيث كنتما فاذهبا بي معكما. الفاء حرف عطف. أما حرف شرط أنتما مبتدأ. الفاء حرف واقع في جواب الشرط. تقدران فعل مضارع مرفوع وعلامات رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. على العيش متعلقا بتقدران حيث ظرف مكان مضاف وهو متعلق بتقدران. كنتما كنتما فعل ماض تام. تما فاعل.
والجملة الفعلية في محل جر بالإضافة. الفاء حرف عطف اذهب فعل أمر، والألف فاعل ب متعلقا بالفعل اذهب مع ظرف مكان مضاف كما مضاف إليه. قالت نعم، قالت كيف السبيل إلى حملي. قالت فعل والألف فاعل، نعم حرف جواب في محل نصب مقول القول. قالت فعل وفاعل، كيف اسم استفهام في محل رفع خبر مقدم، السبيل مبتدأ مؤخر. إلى حمل شبه الجملة في محل رفع نعت للسبيل، وحمل مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. قالتا نأخذ بطرفي عود وتقبضين بفيك على وسطه ونطير بك في الجو. قالتا فعل والألف فاعل، نأخذ فعل وفاعل بطرفي متعلقا بالفعل نأخذ وطرفي مضاف عوض مضاف إليه. والواو حرف عطف، تقبضين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. والياء ياء المخاطبة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، بفيك متعلقا بتقبضين وفي مضاف كي مضاف إليه، على وسط متعلقا بتقبضين ووسط مضاف هي مضاف إليه. الواو حرف عطف، نطير فعل فاعل، بك متعلقا بنطير، في الجو متعلقا بنطير. وإياك، إذا سمعت الناس يتكلمون أن تنتقي. الواو حرف عطف، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره احذر. والكاف كاف الخطاب، مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بفعل محذوف تقديره احذر. سمعت فعل والتاء فاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. الناس مفعول به، يتكلمون فعل والواو فاعل، والجملة الفعلية حالية. أن حرف نصب، تنتقي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والياء ياء المخاطب، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر المحذوف، التقدير من أن تنتقي، والجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره احذر. ثم أخذتاها فطارت بها في الجو. ثم حرف عطف، أخذت فعل والألف فاعل، هاء مفعول به. الفاء حرف عطف، طارت فعل والألف فاعل، والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها بها متعلقا بطارتا، في الجو متعلقا بطارتا. فقال الناس عجب سلحفاة بين البطتين قد حملتاها. الفاء حرف عطف، قال فعل الناس فاعل، عجب خبر مقدم، سلحفاة مبتدأ مؤخر، بين ظرف مكان مضاف البطتين مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع نعت لسلحفاة. قد حرف تحقيق، حملت فعل والألف فاعل، هاء مفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع نعت ثاني. فلما سمعت ذلك قالت فقال الله أعينكم أيها الناس. فلما فتحت فاها بالنطق وقعت على الأرض فماتت. الفاء حرف عطف، لم ظرف زمان يتضمن معنى الشرط مضاف وهو متعلق بالفعل قالت. سمعت فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، ذلك اسم إشارة مفعول به. قالت فعل وفاعل، فقع فعل ماض، الله لو ذو الجلالة فاعل، أعين مفعول به وهو مضاف كم مضاف إليه، أي مناداها للتنبيه الناس بدل. الفاء حرف عطف، لم ظرف زمان مضاف وهو متعلق بالفعل وقعت. فتحت فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. فها أصله فاها، مفعول به مضاف، هاء مضاف إليه، بالنطق متعلقا بفتحت. وقعت فعل ماض والتاء للتانيث، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، على الأرض متعلقا بوقعت. الفاء حرف عطف، ماتت فعل وفاعل، والله أعلم بالصواب.